آثار بيزنطية ورومانية وأرامية مسروقة من كنائس ومدافن في سوريا تمكنت المديرية العامة للأمن العام من وضع اليد عليها وتوقيف عدد من الأشخاص الذين كانوا يقومون بتسويقها في لبنان. وفي المعلومات التي وردت للـ LBCI يتبين أن الأشخاص الذين أوقفوا هم 3 سوريين ولبناني، وكان أحد السوريين ينتحل صفة صحافي ويستعمل بطاقته لتهريب الأثارات. هذه القطعة الأثرية تصل إلى لبنان عبر الحدود البرية في شاحنات محملة ببضائع أخرى. وفي التفاصيل أيضا أن هذه العصابة لتهريب الأثار كانت أسست شبكتين، واحدة بسوريا تقوم بسرقة القطع الأثرية وأخرى ببيروت تعمل عبر بعض المحلات التي تبيع قطع قديمة في تسويق المسروقات. وهذه الشبكة مهمتها أيضا تأمين الزبائن وخدمة دليفري توصل المشتريات أينما يرغبون. هو سوق غير شرعي، يعتبر ثالث سوق بالعالم من حيث التهريب ما بعد السلاح والمخدرات. بتجي الاثار بوصل لملايين الدولارات، ومع الاسف بتنباع القطع بملايين الدولارات باكبر عواصم العالم. سوريا بلشت بحربها محل ما خلص العراق بعد 10 سنين سرقه اثار. كميه الدمار يلي عم بتتعرض له المواقع السوريه مهول، وكميه السرقه والنهب الممنهج للاثار السوريه بعد اخطر من القصف. قيام تجار الاثار بتسويق ما تم سرقته بسوريا بشكل علني لبيعه عبر عرض صوره على مواقع الكترونيه او عبر الهواتف الخلويه سمح لمكتب مكافحه السرقات الدوليه في قوى الامن الداخلي منذ بضعه ايام بتوقيف شبكه اخرى في بلده ابلح البقاعيه. 3 لبنانيين كانت بحوزتهم ايضا مجموعه من الاثار ومعظمها من الفتره العثمانيه. مين اللي بيشتري هالاثارات؟ كل اللي بيقولوا عن نفسهم بيحبوا التاريخ مع الاسف، يلي هن بيعتبروا حالهم انه اذا حطوا ببيتهم قطعه اثريه هن صاروا بيملكوا التاريخ. وهن بيعتبروا، وهيدا المحزن جدا، انه هن بيعتبروا اذا اشتروا القطعه انقذوها، يلي هي بالفعل الواقع هو العكس. مجرد انه هو مستعد يشتري القطعه بيكون السارق مستعد ينبشع من الموقع، اذا هو ببطل يشتري ببطل في سرقه. كيف السبيل اذا لوقف هذه التجاره؟ معظم هذه القطع يفوق عمرها 3000 او 4000 سنه، فاليست هذه جريمه ممنهجه ضد ذاكره التاريخ الانسانيه؟